يا لهوي، يعني فتحتي قرن الراجل؟ امال كنت عايزاني يعني اسمي عليها خالتي؟ طب احمدي ربنا بقى ان هما ما بلغوش البوليس وودوكي في داهيه. انا من الاول قلت لكم يا جماعه انا مش نافعه في الشغلانه دي. الحمد لله، انا كمان كنت قلقان من شغلها من ورا ابي رضا. تصدق ان انا غلطانه اللي بعتك معاها؟ ما انا عارفه ان انت عيل فقري. الله، هو انا كل مصيبه تحصل تلزقوها فيا انا؟ بصراحه يا ماما عاطف ملوش ذنب. اهو شفتي. طب بس بقى اسكت خالص، راجل غريب شكلهم جم. انا كل ما افتكر وشه وانت بتعمله باي باي بموت من الضحك. تحس ان انا بشتمه مش بعمله باي باي. بصراحه اللي انت عملته فيه قلع مش شتيمه بكتير. هو اللي جابه لنفسه بقى، ده مالك. شفتي البخور جه فايده ازاي؟ طب وبالنسبه للاثنين المدلدلين دول نسيتيهم؟ اخرس يا بنت. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. ازيك يا ابي رضا؟ ازيك يا عاطف، اخبارك ايه؟ انت ايه اللي معادك بهدومك لغايه دلوقتي؟ وانا بيجاماتي خلصت خلاص؟ لا بس اصل لسه جاي من بره. جاي من بره؟ كنت فين لغايه دلوقتي؟ كنت في النايت. في النايت؟ بتعمل ايه في النايت؟ اصل كان واحد صاحبه سالف منه فلوس فراح يجيبها. صاحب مين؟ يا اخويا سيبك من عاطف وقول لي، راجع مبسوط يعني انت واخوك؟ هو الفرح كان حلو قوي كده؟ ده كان عالمي يا ماما، عالمي. يا سلام، للدرجه دي؟ واكتر. انت عارفه هو فرح مين الاول؟ اخوك بيقول لي واحد زميله. لا يا ستي، ده كان فرح نازلي بنت مرات عمي فاضل. يا لهوي، وايه اللي وداكوا هناك؟ انا بقى ما برضاش احكي لك عشان رد فعلك الاوفر ده. اصل ابي رضا دبس عمي تدبيسه طلعت من نفوخه. دبسته ازاي؟ عملت ايه؟ قول. لا لا، ده موضوع طويل ويطول شرحه، اغير هدومي الاول وبعدين اجي احكي لكم. ايه جو المسلسلات ده؟ وانت لازم يعني تطلع بفاصل عشان ترجع تكمل لنا الحكايه. اه لازم فاصل، محتاجه اريح شويه معلش. وانت كنت بره ولا ايه؟ لا بره. بره ايه؟ ما كانتش بره ولا حاجه. امال ايه اللبس ده؟ ايوه عشانك يا رضا، مستنياك وقال يعني عامله لك جو. جو ايه يا حليمه في وسط مجمع التحرير اللي احنا عايشين فيه ده؟ يوه يا اخويا، ان شاء الله دايما متجمعين يا رب. هخش اغير في السريع واجي لكم. ما تتاخرش يا ابي، عايز اعرف عملت ايه. حاضر. هو انت ما تعرفش تسكت ابدا وتحط لسانك في بقك؟ والمصحف، والمصحف ما حد هيودينا بداهيه غيرك انت. انت ازاي توافق على كده؟ وانا كنت اعرف منين؟ انا كنت مستني لحد ما تجيب لي تفاصيل عنه وعن حياته. وبعدين بعد ما عرفت هتعمل ايه؟ مش عارف، لسه بفكر. لسه بتفكر؟ نو واي، بقى الدكتور مراد حلمي اللي مترشح يبقى وزير يحط ايده في ايد تمرجي بيشتغل عنده في المستشفى؟ مش مهم هو بيشتغل ايه، المهم هو ايه. تاني يا مراد؟ تاني هتقول الكلام ده؟ مشوفتش كلامك عمل ايه بنتك؟ خلاها تسيب شادي بكل امكانياته دي وتبص لواحد جربوع. بصراحه انا مستغرب من تفكيرك الطبقي ده. المفروض ان انت دكتوره متحضره ومتعلمه، تقييمك للناس ما يبقاش على الاساس ده. صحيح انا دكتوره بس ام قبل ما اكون دكتوره، وعايزه بنتي تتجوز احسن جوازه في الدنيا. يبقى لازم نفكر بعقلنا ونشوف هنتصرف ازاي، لان اكيد فهمي ده احسن واحد بالنسبه لها في الدنيا، والا ما كانتش حكت عنه. انت هتجنني يا مراد؟ انت مش شايف مساواه عامل ازاي؟ وانا كنت ايه من 30 سنه يا دكتوره؟ كنت لسه متخرج من الجامعه ومن اسره بسيطه وفقيره، واهلي كمان رفضوني، ولولا حبك ليا وتمسكك بيا ما كناش اتجوزنا. وحتى بعد ما اتجوزنا قابلتنا صعوبات كتير قوي في حياتنا، لحد ما جت البعثه وسافرنا بره وكوننا نفسنا. شوف النهارده حياتنا بقى شكلها ايه. ما تقارنش نفسك بيه. مش انا اللي بقارن يا دكتوره، بنتك بتحبه ومتمسكه بيه، وهي اللي هتقارن، وساعتها مش هتقدري تقولي لها لا، وحتى لو قلت لها لا هتتمسك بيه وهتعند اكتر واكتر. يعني ايه؟ انت موافق؟ لا طبعا، بس مش بسبب ان الولد فقير ومن اسره بسيطه، لا بسبب اخوه انسان مش كويس. بالنسبه لي مش فارقه كتير، النتيجه واحده، ان احنا الاثنين رافضين. وقول لبنتك ان السما دي لو اتطبقت على الارض مش هتتجوز الولد ده. سامع يا مراد؟ لا يمكن. قبل صبري، قبل صبري، تروحت فين امبارح قبل صبري؟ حكو رحت فين يعني يا سعيد؟ مشيت قبل ما يرموني برا في الشارع. يا ستي ولا يرموكي ولا حاجه، الموضوع عدى على خير والحمد لله. عدى على خير؟ عدى على خير ازاي؟ الراجل فاجئنا كلنا وراح قال للمستر انه مسامحك وانه معجب بصوتك جدا وهيجي كل يوم عشان يسمعك. معقول؟ والله زي ما بقول لك كده. طب مستر زاهر قال له ايه؟ هو يقدر يفتح بقه؟ الراجل ده تقيل قوي يا صابرين، واحمد ربنا انه ما عفاش. هو اللي احمد ربنا ان انا ما عملتش فيه اكتر من اللي عملته سعيد. يا صابرين كبري دماغك شويه،
الناس دي بتبقى مبسوطه شويتين وخلاص. يتبسط على نفسه، انت عارفني كويس ما ينفعش معايا الكلام ده. ما علشان عارفك كويس بقول لك كبري دماغك، علشان في الاخر محدش يقدر يعمل لك حاجه. لا يا عم، انا واحده جايه تغني وتروح، محدش يطلب مني اكتر من كده. صابرين، المفروض ان انت فنانه، والفنان ده بيعرف يجامل الناس ويتعامل مع الكل، مش هتخسري يعني حاجه لو قلت كلمتين حلوين. ماشي، اما نشوف اخرتها. اخرتها خير، المهم بس ما تتاخريش النهارده ان شاء الله. ادخل. قريتي الاخبار يا دكتور؟ اديني بقرا اهو. الدنيا كلها ملهاش سيره غير مستشفى الشعب. البركه في رضا بيه، مفيش مصيبه بالجنه اللي ما يكون اسم المخفي ده فيها. مصيبه؟ مصيبه يا دكتور؟ دي اول حاجه عدله تجي لنا من ورا بوز الاخص ده. عدله؟ واضح ان انت مبسوط قوي يا فرمان. طبعا مبسوط يا باشا، دي ملايين ملايين، يعني خير هيقوم علينا كلنا. عشان انت غبي يا فرماوي. بس الغلط يا دكتور الله. ما هي الملايين دي لما تجيلنا يا باشا هتجيلنا وراها الوزاره، ومش الوزاره وبس، لا الحكومه كلها. ما هو زي باشا انا مش فاهم حاجه. كل الاجهزه الرقابيه اللي في البلد هتيجي هنا عشان تتابع وتسالك ده فين وليه ومنين وراح فين. فهمت ولا لسه؟ يا نهار ازرق، دول هيلاقوا عليك بلاوي. بتقول ايه؟ لا قصدي علينا علينا. ما هي دي المصيبه، هتتفتح علينا ابواب جهنم من غير ما ناخد الابيض ولا اسود. طب والعمل يا دكتور؟ والله ما عارف، لازم نشوف طريقه تطلعنا من البلوه دي باي شكل. اللي حصل ده مهزله يا فرحات. يعني ايه يبقى عند الامن والحراسه دي كلها وولد زي ده يدخل هو واخوه الفرح؟ امن ايه ده؟ افرض بقى كانوا داخلين عشان يقتلوني. غلطه يا باشا، غلطه. انا مشيت فيها 15 واحد. وايه الفايده؟ ما انت بغير طقم الحراسه قبل كده لما الزفت او ام الزفت دي دخلت عليا الفيلا، ولا نسيت؟ انا اللي هيجنني ازاي دخل وسط الحراسه دي كلها؟ دخلوا مع الموسيقيين بتوع الرقاصه. نعم غلطه، غلطه يا باشا. اسمع يا فرحات، العيال دي لازم تتربى، واللي حصل ده مش هيعدي على خير، انت فاهم؟ فاهم يا باشا، لكن هتعمل ايه في الخمسة مليون دولار؟ هتدفعهم؟ ادفع مين يا ابني؟ هو انا لسه تلميذ؟ لا طبعا، انا هسيبهم كده اسبوع ولا اسبوعين لحد ما ينسوا، ولو حد فيهم افتكر وكلمني هبقول لهم اي حاجه. متعسر، عندي ازمه ماليه. الو؟ ايوه يا فندم. يا فندم، دي اقل حاجه هقدمها لمصر. مصر دي ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا ان شاء الله. يا فندم، ده انا لحم اكتفي من خيرها، ومهما عملت مش هقدر اوفيها حقها. العفو يا فندم. كم عليك؟ لا لا تمام سعادتك، مع السلامة يا فندم. خير يا باشا، مين كان بيكلمك؟